السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي الكرام هقدم لحضراتكم حلقة مفيدة جدا، مفيدة لكل إنسان بيدور على الفايدة لكل أعضاء الجسم. هيلاقي في حلقة النهاردة كل اللي هو محتاجه. هنقدم لحضراتكم في حلقة النهاردة طرق الاستفادة من كنز يعتبر أغلى من الذهب، موجودة في كل بيت، هي الحلبة. الحلبة الحصى يا جماعة متوفرة تقريبا في جميع البيوت، وفي بعض الناس بيسيبوها على جنب وهم ما يعرفوش قد ايه ممكن يستفادوا منها. الحلبة بتعتبر من النباتات العشبية المفيدة جدا والغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح المفيدة لكل أعضاء جسم الإنسان، ده فضلا عن مكوناتها من النشويات والحديد والبروتينات والمغنيسيوم والأحماض المتنوعة. علشان ان احنا نقدر نستفاد من الحلبة ممكن اننا نستخدمها بأكتر من طريقة، وده هشرحه لحضراتكم. كل الطرق هقدمها لحضراتكم حالا، لكن هقدم لحضراتكم بداية اسهل طريقة ممكن ان احنا نستخدمها في ازاي ناخد فوائد من الحلبة بشكل سهل ومبسط. الطريقة هي بسيطة جدا، كل اللي احنا هنحتاجه علشان نعمل منقوع الحلبة هناخد مقدار معلقة صغيرة من البذور ونبدأ ان احنا نحطها في الكوب، وبعد كده نبدأ نضيف عليها المية الدافية، ونبدأ بعد كده نغطي الكوب بأي غطاء متوفر عندنا، يعني نجيب أي غطاء نحطه لمدة نص ساعة، وده علشان الفايدة ما تخرجش خارج الكوب ونحتفظ بكل الفوائد معانا. بعد نص ساعة نبدأ إن احنا نصفي البذور من الكوب، ونبدأ إن احنا يكون عندنا منقوع البذور نبدأ ان احنا نستفاد بيه بطريقة بسيطة جدا. هنشرب المنقوع دوت في اي وقت من اليوم، هتبقى مرة في اليوم ونتعود عليها، لكن الافضل دايما يا جماعة ان احنا ناخد المشروب دوت على الريق الصبح قبل الاكل بفترة تكون يعني على الاقل حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. المشروب ده يا جماعة مفيد جدا وبشكل كبير لعلاج النحافة وفقدان الشهية. المشروب ده بيقوم بدوره على قتل الديدان الموجودة في البطن وطردها للخارج، وبالتالي العمل على تحفيز شهية الإنسان للطعام، وبالتالي تبقى علاج للنحافة وسرعة تسمين الجسم وزيادة الوزن. نقدر نستفاد من المشروب ده كمان في علاج التقلبات المزاجية اللي ممكن تحصل لأي إنسان على مدار اليوم نتيجة التعرض لضغوط العمل، أو بالنسبة للطلبة في عملية المذاكرة وعملية الدراسة، فيمكن الاعتماد على المشروب ده يوميا الصبح قبل ما يخرج الإنسان إلى قضاء يومه. ده بيعمل بشكل كبير على مكافحة التقلبات المزاجية، وهنا نقدر نقول ان هو مفيد بشكل كبير جدا للسيدات في ايام الدورة الشهرية، واللي بتكون المرأة في الايام دي عرضة للتقلبات المزاجية زي الاكتئاب والأرق وكثير من المشاكل النفسية. التعود على المشروب ده يا جماعة يوميا رائع بشكل كبير جدا، ده لانه بيعالج جميع مشاكل الجهاز الهضمي زي الامساك وزي المشاكل المتعلقة بالقولون العصبي. الحلبة مليئة بمضادات الاكسدة، فده بيخليها مضادة للالتهابات، خصوصا التهابات المفاصل او الالتهابات الروماتيزمية، وبتحارب ظهور الامراض السرطانية، وده لان الحلبة يا جماعة غنية بمضادات الاكسدة. تعالوا معايا حضراتكم سريعا اقدم بعض الطرق البسيطة ازاي ان احنا نقدر نستفاد من بذور الحلبة
كعلاج طبيعي فعال وسريع جدا لمختلف الأمراض. وهعرض لحضراتكم جزء صغير من بعض الوصفات علشان ما نطولش في الحلقة أكتر من اللازم، وتباعا إن شاء الله في حلقات متتالية نقدر نقدم لحضراتكم بعض الوصفات الأخرى. بالنسبة للبواسير، فكل اللي يحتاجه المريض إن هو هياخد مقدار 4 معالق من بذور الحلبة، هيغليها في مقدار لتر من المية على النار، ويبدأ إن هو يسيب الحلبة في المية لحد ما تطبخ بشكل جيد. بعد كده يبدأ إن هو يرفع الخليط ده بعد ما يطبخ. عملية الطبخ يعني هيحصل هرس للحلبة تبقى تطرى إلى حد ما. بعد كده هيرفعها من على النار ويبدأ ان هو يضيف عليها مقدار 0.5 معلقة صغيرة من السمن البلدي وزيها من السكر او العسل، ويخلطها مع الحلبة بالماء بتاعها. يعني مش ياخد الحلبة المطبوخة ويسيب الماء، لا، هياخد الماء بالحلبة زي ما هو، وبعد كده ياخد منها مقدار كوب. بعد ما يخلط السمن البلدي مع العسل او السكر هياخد مقدار كوب منها قبل النوم مباشرة، وان شاء الله هيتعود عليها ايام قليلة هتعالج مشكلة البواسير. اما بالنسبة للمصابين بمرض فقر الدم، فيقدر المريض ان هو يحضر 0.5 كيلو من العسل الاسود، وبعد كده هيضيف عليه 3 معالق كبيرة من مطحون الحلبة ويخلطها بشكل جيد في العسل. بعد كده هيحتفظ المريض بالخليط دوت في برطمان او قنينة او اي شيء يقدر ان هو يحتفظ به في التلاجة، وهيجي كل يوم هياخد مقدار 2 معلقة من الخليط دوت ولمدة 2 أسبوع. ده ان شاء الله هيعمل على معالجة فقر الدم. اما بالنسبة للمرضى المصابين بتكون الحصوات في اي مكان في بطن الانسان، يقدر المريض ان هو يستفاد بشكل بسيط جدا عن طريق شرب منقوع الحلبة او مغلي البذور، لكن دايما احنا بنفضل عملية النقع لانها عملية سهلة وبسيطة وبتعمل على امتصاص الفايدة من البذور بشكل طبيعي افضل بشكل كبير من عملية الغلي. هيشرب من المشروب دوت يوميا. المشروب ده يا جماعة بيعمل على ادرار البول، وبالتالي يقوم المشروب ده بتفتيت الحصوات وطردها شيئا فشيئا لخارج البطن. اما المصابين بالامساك اعزكم الله، فيقدر المصاب بالامساك ان هو يستخدم منقوع البذور بعد التحلية بالعسل ويشرب منه 2 مرات في اليوم، مرة هتكون الصبح ومرة بالليل. المشروب ده جميل جدا، هيتعود عليه يوميا لحد ما تختفي مشكلة الامساك ان شاء الله. ويمكن ان هو مع المشروب دوت ياكل التين المجفف المخلوط في زيت الزيتون مع شرب كميات وفيرة من المية يوميا ما تقلش عن 8 أكواب في اليوم. اما بالنسبة للمصابين بانحباس البول، فيقدر المصاب ان هو يشرب مغلي الحلبة بعد تحليته سواء بالسكر او العسل 3 مرات في اليوم. المشروب ده يا جماعة هيعمل على اندفاع البول وفك الانحباس بشكل سريع جدا ومفيد ان شاء الله. مع ان هو ممكن يشرب منقوع او مغلي البقدونس، اوراق البقدونس الخضراء جميلة جدا في علاج انحباس البول. اخواني الكرام، بالنسبة للمصابين بمرض العقم وضعف الحيوانات المنوية سواء عند الرجال او السيدات، فممكن اقول لحضراتكم طريقة بسيطة جدا مضاف عليها طبعا منقوع مطحون الحلبة. ممكن المصاب بالمرض دوت العقم ان هو يعمل، يجيب طبعا اول حاجة هيجيب 1 كيلو من العسل، ويفضل ان العسل ده يكون عسل نظيف طبعا ويكون موثوق منه. بعد كده هيجيب 100 جرام من حبوب اللقاح، هيجيب عليها 50 جرام من القسط الهندي، وهيجيب عليها 50 جرام
من الحلبة المطحونة، ويبدأ عملية خلط المكونات دي مع بعضها بشكل جيد. بعد كده هنجيب الخليط ده ونحتفظ بيه في برطمان أو قنينة في مكان جيد التهوية، ويبدأ إن الإنسان ياخد من الخليط دوت معلقتين في اليوم. ده طبعا هيبقى بالنسبة للزوج والزوجة مع بعض، يعني الاتنين مع بعض كل واحد منهم هياخد معلقتين من الخليط ده بشكل يومي. ان شاء الله بتعمل على زيادة الحيوانات المنوية عند الرجل، وبالتالي تحسين القدرة. وهو اصلا الحلبة يا جماعة من المكونات الجميلة جدا اللي بتعمل على زيادة القدرة عند الرجل بشكل جيد، وزيادة الحيوانات المنوية، وبالتالي تعزيز عملية الخصوبة. بالنسبة للمصابين بآلام الروماتيزم، نقدر ان احنا نجيب كمية من مطحون الحلبة ونخلطها في قطعة من القماش، يعني هنجيب قماش يعني يكون رقيق، ممكن نعتمد على قطعة من الشاش لو حد من حضراتكم يعرف الاسم، اللي هو قماش رقيق. هيحط مطحون الحلبة في القماش أو الشاش، ويبدأ إن هو يلفها بشكل جيد. هيعملها زي يعني زي الشاي الفتلة أو أي مشروب، اللي هو بيبقى مشروب الفتلة، هيربطها بشكل جيد. بعد كده هيبدأ إن هو يجيب مية دافية ويغمسها ثواني كده في المية الدافية ويرفعها مباشرة، العملية دي اسمها عملية التدفئة. بعد كده هيجي على الأماكن المصابة بآلام الروماتيزم، ويبدأ إن هو هيحطها على المكان المصاب لمدة نص ساعة تقريبا، ويستمر على كده يوميا. ده بيعمل على القضاء على الآلام والأورام الروماتيزمية. في كمان استخدامات للحلبة في المسألة الجمالية. الحلبة يا جماعة ممكن عمل ماسك من مطحون الحلبة مع العسل، ده مفيد جدا في علاج الرؤوس السوداء والخطوط الدقيقة والتجاعيد. وكمان ممكن الاعتماد على الحلبة سواء كان مطحون الحلبة مع العسل، أو استخدام زيت الحلبة في عملية تسمين أماكن معينة، ممكن تسمين الصدر، تسمين الأرداف، تسمين موضعي. فالحلبة مفيدة جدا. يعني احنا آسفين على إطالة الحلقة، لكن المكون اللي معانا النهارده يستحق ان احنا نقدم اكتر من حلقه. ان شاء الله هنقدم في حلقات متتاليه طرق الاستفاده من منقوع الحلبه او مطحون الحلبه. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.